أصوات، مرحبا بكم في هذه التغطية المتجددة. نتواجد في أحد الضيعات الفلاحية هنا المتواجدة بإقليم سي سليمان لتربية الأغنام، ضيعة معروفة رائجة بالجودة ديال الأغنام. نقوم بالتغطية يعني تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. العملية مدة حتى عيد الأضحى تقريبا شي 10 أيام كوكب هذا يتم البيع ديالها. بالنسبه للانواع ديال العلف الفلاحي تاع البومه، الشعير فارينه، داك المطحون كنطحنوه كنعطيو شعير وفارينه و بحال انواع الذره، وتم الطحن ديالها كنطحنوها. الحمد لله. تقريبا شحال ديال الاغنام تبارك الله اللي كاينين في هاد الدور؟ تقريبا عندنا شي واحد 400 كور تقريبا، 400 خروف تبارك الله. شفنا بين خروفات وخربان، خروفات والخروف خربان. تقريبا هذه الانواع اللي كدير الان كيفاش كيتم التسويق ديالها على المستوى الوطني؟ حساب العيد تنديروا على حساب العيد، كاين اللي كيديها مجموعه واحد العدد، وكاين اللي كنخلوا على حساب العيد كله اللي تعلم واللي تهدف. سيد سامي، اهم السلالات المتواجده عندكم هنايا؟ السردي. كلها سرديه. اليوم السردي شحال وصل للراس ديال الثمن؟ شحال اللي وصل دابا الفرق؟ واش غنقول لك؟ باقي ما محددش الثمن، ما عرفناش شحال. باقي ما عرفناش شحال. واش انت كتبيعوا الكيلو ولا كتبيعوا الكيلو؟ الكيلو شحال دايرين الكيلو؟ ما عرفناش دابا، ما حددتش الثمن ديال الكيلو. السوق ولا غيبين؟ السوق هو اللي غيبين. بالنسبه للانواع ديال شفنا بعض السلالات اللي جات من اسبانيا، انتم ما كتدخلوش هذه السلاله؟ لا ما كندخلوش. انتم السلالات السريه؟ السريه من غير السريه ما كدير حتى حاجه؟ لا من غير السريه. علاش سيد سميد، مع الضيعه ديالكم هي معروفه رائجه في الاقليم، علاش مشيتوا للسلالات ديال السردي؟ عندنا الغنم ديالنا كنوجدوا الخربان ديالهم حتى تولد تنوجدوا، هذا دور كل سنه انتم كتوجدوها على حساب؟ تنوجدوها على حساب العيد. بالنسبه للزبائن اللي واش كيجيو يتقداو عندكم هنا ولا كاين اللي كيجي يتقدا، كاين اللي كيجي مثلا كيجي الكساب تيدي 100 150 على حساب، وكاين اللي تعلم العيد تيعاود لهم التجاره تيعاود لهم. دابا الثقه ديال الزبناء بانكم كديروا السردي، قوه الجوده اللي عندكم الزبناء كيخليك يقول لكم خليونا السلوله ديال السردي. قول لي سي تامي، بالنسبه للناس اللي كيتاخذ من السوق والناس دابا ولا فيها الخوف، كنعطيهم البال ديال البول اللونسيلاج تما البوم تيبقى مع الفولونتي. معروف الفول تبارك الله، الفول عا البال ماشي هذا فوان فوليت، لا غير البال اللونسيلاج. واخا شفنا هذا النوع هذا، زيد معنا سي زيد معنا سي تامي زيد، شفنا هذا النوع هذا، هذا النوع هذا ربما واش ماشي صبليوني هذا؟ لا ما كانش كان على راسي انا في الاصل. سي تامي، كاين واحد الراس عندنا هنا في اقليم سي سليمان في هذه المنطقه، الراس هو ماشي سردي اللي كيكون وجهه ابيض تقريبا، كنقولوا حنا الرومي تقريبا، كيكون متواجد في هذه المنطقه هذه؟ كيكون احنا ما كنديروش. شفنا هذوك اللي تيكيت اللي في المدن ديالو، واش هذوك الناس اللي شراو عندكم ولا؟ لا الترقيم، كيجي الترقيم هذا من الدوله. بالنسبه للفاكسان تلقيه فوقاش كتلقحوا الغنم؟ مثلا من تنبغيو ندخلوها تكون زارعه، ملي تنبغيو نعلبوا تنبداو نديروا لها الفاكسان ديالها. تنجلبوا له؟ تنجلبوا. سي تامي، واش العدد تقريبا الكميه اللي كاين هنا؟ يعني الشوكه ديال أصل المرة من شهر تشهر. سي تامي، بالنسبة للأعمار المتواجدين عندكم هنا، أخي كيفاش نقولوا باللغة بالدارجة، ولاد العام، ولاد العماين؟ أولاد العام. ولاد العام. ولاد العام. واخا شنو ذاك النوع اللي من الجهة الأخرى؟ هذيك الرخلات. الرخلات هذوك؟ الرخلات. هذوك حتى تبيعوهم أنت وهما؟ تمام. اليوم سي تامي شنو تقول لك شي ديال هذاك ديال الرياق والمراره واش هذاك الشيء مزيان؟ هذا الدواء ديال الفرطوط، شنو هو الدواء باش تداو على الفرطوط على الرياق وعلى المراره باش تحميو الكوال هذاك الخير تبارك الله الكل ولا ما تبارك الله؟ والمهم هذاك الدواء كان ديال الفاكسان كيجي طبيب كيجي
هذه السميه ديالو ولكن تحميهم من هذه المرض. حمايه من الريات. لا صافي الحمد لله. ما بالنسبه لهذ الخرفان هذو كيفاش كتكون المعامله ديالهم معكم مثلا؟ واش الصباح كتعطيهم العلف واش تخرجهم في العشيه ولا كيفاش كتتم العمل ديالهم؟ لا كيجي السيد لا ما تيخرجش. يخرج مره هذا؟ لا ما تيتهرب ما تيخرجش. تفضل معنا سيدي. تيجي السيد. المهم تنجيو الصباح تنفضوا الوكالات ديالهم كنعطيهم العلف وهو هو تيبقاو هنا مع حتى العشيه حتى تيخرجوا في العيد ما تيخرجوا حتى العيد. عاد تيخرجوا. واش كاين الصعوبات اللي كتواجهوها باش نوجهوا رساله للمواطن الزبناء؟ انتم على طول السنه فواحد نقولوا فواحد المجهودات كبيره وثمره باش توصلوا الحول للمواطن. اه تنضربوا مع ثمره بزاف والعلف وهذاك الشيء راه ماشي سهل ضروري. سهر الليالي واحد المجهود كبير. تضرب ثمره بزاف يعني. مجهود كبير باش باش تتصور هذا الشيء. هذا اللي راسك. هاد لي راس فسيرتو هاد لي راس عنده واحد الطريقه خاصه يعني كنا تلاقينا مع فلاح اخرين طريقه خاصه بالتربيه واحد المناخ يعني كنقولوا هاد لي راس اغلبيه من منطقه بيمسكين منطقه قلعه الصغنا واش كيواكب كيتادابط مع هاد المناخ ديال منطقه سيدي سليمان؟ ما تي عندنا مزيان مريقل مزيان ما كاين حتى شي حاجه المناخ مزيان عندنا. واش ما شاركتوش في المهرجان او في المعرض الدولي الفلاحي؟ ما شاركتوش حيت كل سنه كتشاركوا انتوما. هاد السنه ما شاركتوش. تيكون البقر. تيكون البقر. واخا غير نسولك على حساب السلاله الاسبانيه. الناس كتشكى من السلاله الاسبانيه. لا الحولي السردي احسن من الحولي ديال اسبانيا. الجديد ماشي بحال ديال اسبانيا. سي 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 عندنا السردي حنا مزيان مزيان. اسبانيا السردي اللي كيدير الحمد ديالو. لا ما تيقول فيه الشحنه فيه هذه فيه عمرنا جربناه ما دام حنا كل واش يقول تيقول في الماكله فيه لا نقدر نقول لك زعما ديال السردي جربناه حنا السردي. حنا دابا حنا تنقصوا السردي.